ربما لم يكن مبارك يفكر يوما ما في كتابة مذكراته لو ظل رئيسا لمصر حتى آخر نفس على حد تعبيره، لكن السيناريو المفاجئ الذي حملته ثورة 25 يناير وجعلت شعبه يحاكمه بعد أن كان هو يحكمه غير تلك الحسابات، وتسربت أخبار من المقربين له بأنه يعتزم كتابة مذكراته قبل وفاته. أتصور أنه لجأ إلى كتابة المذكرات أو أن يملي مذكراته على البعض، كنتاج لإحساسه العميق بأن نهايته كانت ذات طبيعة درامية، وأن العديد من الاتهامات طالت العصر الذي حكمه وممارساته وقراراته وسياساته على اختلافها. أنت عندما تكتب يوميات تكتب حقائق طازجة، لكن عندما تتخلص من كل المناصب وتجلس لكي تكتب فأنت بتعمل سيناريو جديد، قد تدافع عن نفسك، تبرر سياسات خاطئة، تضخم دور أنت لم تقم به، وهذه معروفة في كل ذكريات السياسية. إذا نحن عندنا درجتين هم المعايير. ليس مبارك وحده، بل عدد من رموز نظامه حتى ممن هم خارج نطاق المساءلات القانونية يعتزمون كتابة مذكراتهم، وهو ما قد يفتح مجالا لروايات متضاربة بين ما سيكتبه مبارك وما سيكتبه معاونوه، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية الاعتداد بهذه المذكرات كوثائق للتاريخ. التضارب بالنسبة للمؤرخ دافع للسعي البحثي للتدقيق في الوقائع، سواء بالاتصال بالأطراف، سواء باللجوء إلى مذكرات أخرى، بالرجوع إلى كتابات أجنبية للأطراف الأجنبية التي شاركت في بعض هذه الوقائع. المؤرخ يأخذ هذه الشهادات ويخضعها لمعايير النقد، قياس واستنتاج ومقارنة ومصادر أخرى وتحليل، ويعتمد على ثقافته وعلى دراسته للعصر وعلى دراسته للواقع من أكثر من زاوية. كل هذه تجعل المؤرخ قادر على أن يصدر حكما بشأن هذه الشهادة إذا كانت صحيحة أو مزورة. إذن لا نخشى شيئا، يقولون ما يقولون، يكذبوا كيفما شاءوا، يقولون الحقيقة أيضا، فمهمة المؤرخ أن يخضع هذه الشهادات للنقد التاريخي. يبدو أن مبارك لا يريد أن يخاطب شعبه فقط من خلال تلك المذكرات، بعد ورود أنباء عن اعتزام زوجته سوزان ثابت التعاقد مع دار نشر أجنبية وترجمة المذكرات للغتين الإنجليزية والفرنسية. المثير للدهشة هو أنه كيف سيكتب مبارك مذكراته التي تحمل كل تفاصيل حياته في الوقت الذي كشفت التحقيقات التي خضع لها أنه لا يتذكر كثيرا من أحداث كبرى ومفصلية في تاريخ حكمه. فإذا كان نسيها بالفعل فإن المذكرات يمكن أن يحكم عليها بالفشل حتى قبل كتابتها، وإذا كان تناساها متعمدا فسيكون التشكيك في مصداقية تلك المذكرات أمرا مقبولا بكل تأكيد. أسامة يوسف، اليوم على الحرة، القاهرة. نرحب بضيفنا دكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة. أهلا بك. دكتور جمال، يعني ممكن فعلا الرئيس السابق حسني مبارك يصدر مذكراته في هذا التوقيت بالذات؟ يعني أنا أرى أنه إذا أصدر مذكرات في هذا التوقيت يعني هذا ليس في صالح. طبعا الرجل لا يحزب أي تعاطف، أو يعني نادرا ما يلقى أي تعاطف، وشهدنا يعني موقف القفص يعني لم يلقى تعاطفا. أيضا حينما ألقى ببيان في إحدى القنوات الفضائية العربية أيضا هذا هجم، وكان يعني كان له أثرا عكسيا. فبالتالي نحن نتحدث عن ما هي دواعي كتابة مثل هذه المذكرات، هل هي يعني محاولة لتبرئة النفس؟ هذا بالفعل قد لا يلقى نوع من المصداقية، ولا سيما أن الرجل لم يكن معروفا بالوضوح أو الصراحة، أو لم يشتهر عنه الوضوح أو الصراحة سواء بالنسبة لشعبه أو بالنسبة لدائرة حتى المقربين، يعني حتى المقربين أو المحيطين منه لم يكن يعلموا ما يدور بخلد هذا الرجل. بالطبع هو لديه أسرار كثيرة، لكنه لن تكشف سواء في حياته أو في مماته، وسوف يكشف عنها آخرين، لكن هو بالطبع كل معظم الأسرار التي قد يكتب عنها قد تدين ولا يعني
ولا تحسب لصالحه. فبالتالي يعني أنا أرى أن قد يكون مجرد الحديث أو إخراج بعض التصريحات عن إمكانية أو الترويح بكتابة المذكرات، هذا قد يكون نوع من الضغط أو الابتزاز لبعض الأشخاص، سواء كانوا ما زالوا في سدة السلطة التنفيذية أو حتى خارج السلطة التنفيذية. دكتور جمال، ممكن نفهم من كلام حضرتك أن نشر هذه المذكرات إن كان ووقع في المستقبل القريب سيؤثر على مسار القضية؟ يعني لم بما نقد في كلا الامور، سواء اصدر مذكرات او لم يصدر مذكرات، طبعا يعني لن تكون في صالحه، لكن قد تصيب يعني برزازها بعض الاشخاص الاخرين، وسوف قد تحدث بعض النوع من الفتن او بعض نوع من الجدل بين قطاعات الشعب حول اشخاص اخرين، لكن هو الشخص نفسه هو يعني مدان قبل ان يحاكم من قبل الراي العام، الراي العام لا يتعاطف معه، لديه حكم مسبق عليه بانه شخص يعني السبب في كثير من الازمات التي نعيشها الان. فبالتالي انا اظن سواء اصدر مذكرات او لم يصدر مذكرات قد لا تحسب لصالحه. طب هل ممكن المحكمه تصدر قرار بمنع اصدار هذه المذكرات اساسا؟ هذا يحتاج الى تكييف قانوني، يعني هو حتى الان هو محبوس احتياطيا، حتى وان كان غير محبوس احتياطيا من حقه ان يحصل على اوراق واقلام ويكتب ما يشاء، هذا طبقا للقانون المدني وطبقا للاجراءات المتبعه في السجون. فبالتالي انا اظن ليس من حق المحكمه، واذا اصدرت المحكمه قرارا مثل هذا قد يعني يلقى نوع او قد يؤدي الى نوع من تعاطف بعض الناس مع مبارك، لانه لماذا تمنعونه عن ان يكتب مذكراته؟ فليقل ما يقول. فبالتالي هذه ايضا انا لا اتصور ان تصدر المحكمه بحكم سواء بمنع الكتابه او منع النشر، يعني هذا، لكن انا اظن ان النشر لن يكون في صالحها، اللهم الا اذا كانت وسيله منه للضغط او لابتزاز بعض الاشخاص. طب هل تتوقع ان يتم تحوير بعض السيناريوهات في هذه المذكرات؟ بالطبع طبعا، يعني هناك فرق، يعني الرجل كما صدر تقرير، الرجل في 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 المرحله الاخيره من العمر، كيف يمكن ان نتصور ولم يكن يتمتع بذاكره قويه؟ طيب. في العشر سنوات الاخيره ايضا لم يكن يتمتع بحس ادبي صحيح للكتابه، يعني القضيه ليست اننا صحيح. اسرد بعض الوقائع. شكرا لحضرتك يا دكتور، وصلت الفكره. دكتور جمال سلامه، استاذ ورئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، كنت معنا ضيفا في الحلقه. شكرا جزيلا.